خلال 24 ساعة الأخيرة سجلت 135 حالة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الحالات التي سجلت إلى حدود هذا الوقت هي 8437 حالة، أي بنسبة 23.2 لكل 100,000 نسمة. سجلت الحالات الجديدة حسب الجهات كما يلي: جهة الدار البيضاء سطات 79 حالة، من بينها، وهذا هو ما يفسر الارتفاع غير المعتاد، 71 حالة ببؤرة مهنية لوحدها، وثمان حالات تعودنا على تسجيلها بجهة الدار البيضاء سطات وهي لمخالطين لحالات مختلفة. جهة طنجة تطوان الحسيمة 35 حالة لبؤر صغيرة مختلفة ولمخالطين لحالات سابقة وكذلك حالات جديدة. 15 حالة بجهة مراكش أسفي مدينة مراكش لمخالطين لحالات مختلفة. 4 حالات بجهة فاس مكناس وحالتين بجهة الرباط سلا القنيطرة. إذن مجموع الحالات 135. استثنيت من الإصابة بعد إخضاعها للتحاليل المخبرية 16733 حالة في إطار الحالات المتشكك فيها أو في إطار منظومة تدبير المخالطين والبؤر أو في إطار تشخيص داخل المؤسسات الصناعية والمهنية كذلك، ليرتفع مجموع التحاليل التي أجريت بالنسبة للحالات السلبية إلى 331,134. للأسف الشديد سجلت حالتي وفاة بكل من مدينة طنجة ومدينة مراكش، وهما حالتان كانتا بالعناية المركزة وبقسم الإنعاش، ليرتفع عدد حالات الوفيات إلى حدود هذا الوقت إلى 210 حالة وفاة. وبالرغم من ذلك فإن معدل الفتك يبقى مستقرا في 2.5%. ولله الحمد سجلت 85 حالة شفاء جديدة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 7493، ويصبح بالتالي معدل التعافي 88.8%. بالنسبة للحالات النشطة أصبحت اليوم ارتفعت طبعا بارتفاع الحالات الجديدة، أصبحت 734 حالة نشطة، أي بمعدل 2 لكل 100,000 نسمة. هذه الحالات النشطة متمركزة كالعادة بكل من جهة الدار البيضاء سطات 288 حالة، جهة طنجة تطوان الحسيمة 137 حالة، جهة مراكش أسفي 161 حالة، جهة الرباط سلا القنيطرة 85 حالة، وكذلك جهة فاس مكناس 35 حالة، فيما هناك حالات أخرى قليلة بالجهات الأخرى، ودائما هناك جهتان ولله الحمد بدون أي حالة نشطة وهي جهة الدخلة والذهاب وضرعتا فيلات، مع العلم أن جهة العيون الساقية الحمراء دائما فيها حالة نشطة واحدة.
وعودة إلى الحالات الجديدة المسجلة هذا اليوم، اكتشفت 118 منها في إطار منظومة تدبير المخالطين والبؤار التي شملت لحد الساعة 49,264، وما زال 6,817 تحت المراقبة الطبية. ونختم بالحالات الخطيرة والحرجة التي بلغ مجموعها اليوم 13 حالة، 8 موجودة بمدينة الدار البيضاء، 3 حالات بمدينة طنجة، وحالتين بمدينة مراكش. مجموع هذه الحالات 13، من بينها 5 تحت التنفس الصناعي أو الاصطناعي، 3 بالدار البيضاء، وحالتان بمدينة طنجة.